وانتقل إلى لندن عبر سكايب. ينضم إلينا مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية الدكتور غسان العطية. أستاذ العطية أهلا بك. مراسلنا يؤكد بأنه قد تكون هذه الليلة ليلة صعبة على بغداد. إذن بعد اقتحام محاولة اقتحام المنطقة الخضراء، ما الرسالة اللي راد إيصالها المعترضون على نتائج الانتخابات؟ هل سيقتحمون المنطقة الخضراء برأيك؟ شكرا. هناك عدة نقاط يجب أن تسجل. أولا، لو قارنا بين هل عملية التظاهر بما حصل بتشرين 2019، نجد أنذاك هناك 600 شهيد قتل على أيدي عناصر ولائية باسم أو بآخر. هنا نجد أن الصدام هو مع القوات المسلحة اللي تحاول أن تضبط الأمن. المؤشر الثاني، إن الآن ما كان البعض يقول وأنا منهم بأن يجب أن لا يتحول الحشد إلى سلم للصعود للسلطة وينتهي أمره بانتهاء داعش ويتحول البندقية إلى معول لبناء العراق، الآن ثبت أن البعض يريد من الحشد سلم لصعود. وأعطيك الدليل أن وثيقة ممكن أرسلها لكم وموقع من الخزعلي وآخرين يطالب من الحشد الموجود في المثنى وفي كوت وفي الجنوب بالرحيل بالسفر إلى بغداد لمواجهة الحكومة والمظاهرات. النقطة الثالثة اللي يجب أن ينتبه لها المشاهد إن كل هالعملية يجب أن لا يأخذوا ما يقول الإطار التنسيقي أو بعضهم من تصريحات، لأن أعمالهم تناقض تصريحاتهم. هم هؤلاء القادرين أن يضبطوا هؤلاء، ولكنهم يتظاهروا بأنهم لا قدر. فإذا كان لا قدرة لهم، فالسؤال من يدير هذه المظاهرات؟ وهذا يأتي ويؤكد أن هناك مصيبة أكبر إذا إلى إطار التنسيقي لا يضبط هؤلاء. النقطة الرابعة واللي يجب أن ننتبه لها أن كل هالعملية هي من أجل الضغط، من أجل مفاوضات، وبالتالي من أجل حكومة توافقية الولائيين يكون لهم حصة. لذلك رح أسألك دكتور، يعني بمواجهة التطور الميداني بالفعل هناك حراك سياسي جديد خصوصا بعد الزيارات اللي أجراها زعيم التيار الصدري، برأيك هل تعتقد أن القوى الخاسرة ستخرج من سباق تشكيل الحكومة وربما ستذهب إلى المعارضة؟ هذا هو ما ينتظر المواطن العراقي. احنا الديمقراطية لا تزال وليدة صغيرة متعثرة، لا عندنا روحية القبول بالخسارة. اللي يقولون الآن السيد الحكيم يقول يجب تتحمل المفوضية والمحكمة هي المسؤولية، حسن اتركوا المفوضية واتركوا المحكمة للتحديات قرر. فإذا لماذا إذن صدروا بيان ان هالاحتجاجات وهذا استعمال العنف ليس لصالح العمليات الديمقراطية؟ اثنين من هالكلام، إلى الآن وهذا يشكر عليه التيار الصدري ضابط نفسه. ضبط النفس حقيقة مهم جدا، لأن ما يرغب به، ما وأقولها من معلومات مباشرة، إن ما يرغب به اللي دافعين هالتظاهرات هو أن يتحول المشهد إلى فوضى كاملة، وبالتالي مثل ما يقولون يضيع الحابل بالنابل ويخرج العراق من هالعملية بفشل كامل. أيضا زعيم التيار الصدري عاد اليوم طرح مشروع حكومة الأغلبية بعد جولته اليوم، إلى أي حد يبدو هذا الخيار ممكنا وواقعيا بظل الاستقطاب الشيعي الحاد بعد الانتخابات الأخيرة؟ عزيزي، لما واحد يسأل نفسه لماذا تصر الأحزاب والقوى الشيعية الخاسرة على حكومة توافقية؟ إن كان هناك من يمثل الشيعة فهم والإسلاميين، وهناك الصدر وآخرين. فإذا إن تؤمنوا بالديمقراطية فهناك معارضة برلمانية وهناك حكومة، هذا إن كان صادقين. أما بأي عذر إن نريدها توافقية، أي إبقاء الوضع الراهن العراقي من 2005 إلى الآن كما هو، فهذا مصيبة، لأن الفساد يستمر، تقاسم الكعكة يستمر، ومن النهاية لا تجد من يتحمل المسؤولية. حكم العناصر الإطار التنسيقي حكمه أحدهم حكم دورتين،
هل قدر احد يحاسبه؟ ولما ينتقد يقول مو انا مسؤول، الوزاره بها بها شيعه وسنه وكل كلهم يتحملوا المسؤوليه. هذا الجواب يجب ان ينتهي، لا ينتهي الا ان تعلق المسؤوليه على طرف واضح. طيب. وحقيقه من يتحمل هالمسؤوليه يعرض نفسه الى مساءله كبيره، والتيار الصدري اخذ مسؤوليه كبيره، وهذا المنحى بتضحيه وليس باستئثار. طيب دعنا نتحدث عن القوى السنيه والكرديه، المعلومات تقول انهم لا يرغبون بالاتفاق مع طرف شيعي فائز الا بعد حسم تسويه الخلاف الدائر بين الفائزين والخاسرين، برايك كيف سيكون شكل هذه التسوية إن حدثت؟ يا سيدي، من معرفتي من زياراتي الموصل، موصل سليمانية وأربيل، أعرف جيدا ما يعلن شيء للأغراض المجاملة، ولكن الواقع الحال يختلف. ولكن الموقف الرسمي من بعض الفصائل الكردية، البعض، لأن هناك فصائل كردية لها موقف واضح، اللي هي أنهت حزب اسم التغيير، واللي حلت محله جيل جديد، وحقيقة حققوا انتصارات. لهذا الطرف إن كان موقفه، وأقولها بأسف، انتهازي، بمعنى منو من عندكم يعطيني أكثر أنا أصوت له أو أنا أجي وياه، أنت يا مالكي تعطيني أكثر، أنت يا صدر تعطيني أكثر، هذه المعادلة مؤسفة جدا، مؤسف. نعم. وهذه المعادلة كذلك مؤسفة، لأن بعض القيادات بين قوسين السنية تقول كذلك خلنا ننتظر. هذا حقيقة يعكس لك إن كيف هالقيادات لا تفكر عراقيا وإنما تفكر أثنيا وطائفيا. لو كان هناك تفكير عراقي فعليهم يقول ننحاز إلى هذا 1 2 3، وهذا ما حصل الآن. وأنا سعيد لما سمعت إن تكتل برلماني باسم الشعبية، تكتل باسم الأكراد امتداد، تكتل عربي شيعي امتداد، تكتل كردي جيل الجديد، كلهم قرروا نحن في البرلمان لا ندخل الحكومة ونلعب دور المعارضة الإيجابية. إذن الدكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية، كنت معنا من لندن عبر سكايب، شكرا جزيلا.